حينما وقع الفراغ تفريغ الحياة الاجتماعية من 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 الدين باعتباره موجها وحيل الناس على الفراغ ودفعوا إلى حالة من الفوضى الذهنية ولم يعرفوا ما يفعلون. الدين لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن من يعلم هذا الدين غير موجود، فحينئذ يأخذ الناس بأي صيغة من صيغ الدين، وحينئذ يأتي أناس لا صلة لهم بالدين وإن يتزعمون، وحينئذ يفتون ويقولون أشياء غريبة، فيبدأ التطرف ويبدأ الإرهاب ويبدأ القتل ويبدأ ما يبدأ. سبب أن هؤلاء هم الذين أحدثوا هذه الفجائع، أناس ليسوا مؤهلين، ولأن المجتمع المسلم كان مجتمعا ليس له قيادات دينية كافية لتؤطر تدينه، حينئذ يتصدى للعملية كل من أب ودب. هذا هو الأصل، أن الفراغ الذي حدث امتلأ بصيغة من الصيغ، كانت هذه الصيغ العنيفة. الدليل على هذا أن جميع الحالات التي تقع الآن من مفاجأة الناس الآمنين بالقتل ومباغتتهم إما بالسلاح الناري أو بالسلاح الأبيض أو بالسيارات أو بالدهس وما إلى ذلك، حينما يبحث عنهم يقال إنهم لم يدرسوا شيئا من الشريعة، وإنما هم أناس مروا في لحظة من لحظات عمرهم بسجن من سجون دخلوا بعد أن استوجبوا عقوبة، فعلموا حينئذ أن هنالك شيء اسمه الإسلام، وعلموا هذه الصيغة من الإسلام، ثم كان ما كان. حينما يتدارس الجميع الآن، ونحن نقول نحن الآن ربما نكون نحن الآن بحكم وجودنا أكثر قدرة على أن نقدم جوابا، هناك أناس يسمون بخبراء الجماعات الإسلامية ويعطون تفسير لظواهر مثل ظاهرة الإرهاب وما إلى ذلك، وأنا أقول لكم إنهم لم يقدموا جوابا صحيحا واحدا، لأنهم يأخذون أجوبة متماثلة ويغيرون لها الأسماء، الفقر والتهميش وكذا، وهم لا يجيبون، لأنهم ما كل شيء نتج عن طريق الفقر والتهميش، لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الجواب الصحيح، وهم لا يستطيعون أيضا أن يفسحوا للإسلام ليؤدي دوره، فهم يقفون في هذا الموقف الحرج.